Primary 4 students, today we will start lesson 3 in unit 1. Lesson 3 بيتكلم عن elements around us. طيب. In the previous lesson we talked about matter and we said that matter is anything that has mass and volume. أول درس كان بيتكلم عن الماتر, أخذنا الديفينيشن والميجرينج تولز وتمام. The second lesson we talked about the states of matter. قلنا إن الماتر exists in 3 states: solid, liquid, gas. بقولك النهاردة إن الماتر دي ممكن تكون على شكل حاجتين, يا إما element يا إما compound. element say مثلا لو قلتلك carbon, carbon is an element. oxygen is an element. طيب إيه هو الكومباوند؟ حاجة اسمها say مثلا carbon dioxide compound. إيه الفرق ما بين الelement والكومباوند؟ الelement ده simplest form of matter that can't be decomposed. أبسط شكل للماتر هو الelement, ما أقدرش أبسطه أكتر من كده. simplest form of matter that can't be decomposed into simpler form أو into two or more substance. يبقى simplest form للماتر هو الelement. يعني إيه يا ميس؟ يعني أنا دلوقتي لما أجي أبص على الإلكتريك واير ده, إيه الجزء ده؟ الجزء ده كابر إليمنت. الكابر ده هو شكله كده, اسمه كابر, ما أقدرش أجيب له شكل أبسط من كده. هو simplest form of matter. يبقى أنا لما أجي أقول إيه هو الإليمنت, الماتر ممكن تكون إليمنت أور كومباوند. الكومباوند مش هتكلم عنه السنة دي عشان أنتوا لسه صغيرين, هتكلم السنة دي عن حاجة اسمها element. ايه هي الـ element؟ الـ element دي simplest form of matter that can't be analyzed. هقولك حاجة, مثال بسيط جدا ممكن يكون شبه شوية الجزء ده. دلوقتي حضرتك لو انا اديتك 20 pounds وقلتلك انا عايزة ابسط من 20 pounds, فكهم لي, هتديني 2 ورقتين, كل ورقة ب10 جنيه. اديتك العشرة جنيه وقلت لك لا فكها, عايزاها اكتر ابسط من كده, اديتني ورقتين كل ورقة بخمسة جنيه, 5 pounds. رحت لك تاني واديتك الفايف باونز وقلت لك لا بسط لي الفلوس دي اكتر من كده, اديتلي 5 papers كل ورقة بجنيه, مش هقول papers يعني 5 pounds, كل يعني اديتني 5 pounds مفكوكين, جنيه 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 5. اديتك 1 باوند وقلت لك بسطهولي اكتر من كده, عندي 50 بيسترز و 25 بيسترز. طب انا جبت لك, وما اعتقدش دلوقتي ان في 25 بيسترز, اديتك 25 بيسترز اللي هو الربع جنيه وقلت لك انا عايزه ابسط من كده, هتقدر تبسطه اكتر من كده؟ هتقدر تفكه؟ هتقولي مش ده ابسط حاجه في الفلوس, مفيش اقدر, ما اقدرش افكه, ما اقدرش افكه اكتر من كده. نفس الكلام كلمه element, simplest form of matter, ما تقدرش تتفك, ده أبسط شكل للماتر. examples للإليمنت, قال لي لو أنا بصيت على أي electric wire عندك في البيت وفكيته, فكيت البلاستيك اللي أنا مكفره بيه ده أو ال covered with plastic, هلاقيه بيتكون من copper element. طيب ال iron nail, ال nail ده بيتكون من iron element. السبون اللي حضرتك بتستخدمها كل يوم بتتكون من aluminum element. طيب في اللاب او في اي مكان في حاجة اسمها سلفر, السلفر بيبقى لونه يلو, بيبقى بالمنظر ده, ممكن يبقى ساعات باودر, بيتكون من ايه؟ سلفر element. الكول, الكول ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن carbon element. يبقى ما يجي يسألك ايه هي الاكزامبلز بتاعة الاليمنت, copper, iron, aluminum, sulfur, carbon. تمام؟ يبقى أنا كده عرفت definition وعرفت examples. طب في ايه تاني ممكن أتكلم عليه؟ هاخد الelement دي ده وأعمل له classification. ليه نوعين؟ الelement نوعين, بس خليني أفكرك بحاجة أو أفكرك بحاجة. The states of matter, as we said that matter exists in 3 states: solid, liquid, and gas. طيب قال لي الاليمنت ممكن يكون metal او non-metal. metal
او نون ميتال، وهفهم يعني ايه ميتال ويعني ايه نون ميتال، وهاخد كومباريزن ما بينهم، هديك كومباريزن، هفرق ما بينهم. بس الميتالز دي ممكن تبقى موجوده على شكل ايه؟ ايه الستيتس بتاعت الميتالز؟ قال لي انا عندي الميتال ممكن تكون سوليد وليكويد، مفيش حاجه اسمها جازيوس ميتال. تاني، الميتال ممكن تكون سوليد زي الايرن اللي احنا قلنا الايرن نيل، المسمار بيتعمل من الايرن، زي الكابر اللي انا قلت لك الالكتريك وايرز، سلوك الكهرباء لو شلت البلاستيك اللي عليه هتلاقيه كابر، زي الالومنيوم اللي قلنا ان السبون بتتكون من الومنيوم، الجولد زي كل الجولري بتتعمل من جولد، السيلفر دي ايه دي يا ميس؟ دي سوليد ميتالز. يبقى الميتالز ممكن تكون على شكل سوليد ستيت او ليكويد ستيت زي الميركري. ايه الميركري ده؟ عارفين الثرمومتر اللي عندنا في البيت، مش الديجيتال اللي بيطلع ارقام، لا التاني اللي هو القديم ده. الثرمومتر ده جواه ميركري، بيبقى لونه سيلفر، لونه سيلفر، اسمه ميركري. الميركري ده ليكويد. بيجيلي سؤال على طول complete the only liquid metal is not، مين ال only liquid metal؟ الميركري. يبقى انا اقدر اقول ان الميركري is the only liquid metal. تمام. طيب يبقى انا قلت ان الماتر، الماتر ممكن تبقى element وcompound. مين ابسط شكل للماتر؟ الاليمنت. طيب الاليمنت ده ممكن يكون metal or non metal. metal زي الايرن والكابر والالومنيوم والجولد والسيلفر والميركري. ايه الفرق ما بين دول كلهم والميركري؟ ان كل اللي انت قلتيه ده يا ميس سوليد ما عدا الميركري بس، هو اللي ليكويد ميتال. يعني اقدر اقول all metals are solid except mercury، كل الميتال سوليدز اكسبت الميركري الوحيد اللي ليكويد ميتال. طب جاز؟ لا مفيش جازيوس ميتال، هي يا سوليد يا اما ميركري، او يا سوليد يا اما ليكويد زي الميركري. بعد كده النون ميتالز، قال لي النون ميتالز دي يا ميس ممكن تكون سوليد ليكويد اور جاز. سوليد زي الكربون والسلفر والفوسفورس. ايه الاسامي الصعبه دي؟ لا هي مش صعبة. كربون اللي هو الكول اللي احنا لسه شايفين الصورة بتاعته، هشوفها تاني دلوقتي. سلفر اللي كان لونه يلو اللي انا شفت الصورة بتاعته برضو، وحاجة اسمها فوسفورس. دي ايه دي؟ دي سوليد نون ميتلز. ليكويد زي البرومين. ايه ده يعني هو واحد بس برضو اللي ليكويد نون ميتل؟ اه زي ما في ميركي is the only liquid metal، في برومين is the only liquid non metal. تمام. The only liquid non metal is bromine. طب هو في gaseous non metal؟ ايوه في oxygen, nitrogen, hydrogen, helium. في examples كتيرة جدا يعني non metals موجودة solid, liquid, gas. الليكويد حاجة واحدة البرومين. الميتلز موجودة سوليد وليكويد بس، مفيش جازيوس ميتال. الليكويد حاجة واحدة في الميتلز الميركري. تمام. اوكي بعد كده قال لي انا خدت اكزامبلز بس انا مش فاهم يعني ايه ميتلز ويعني ايه نون ميتلز. ليه الايرن بقول عليه ميتال والكربون بقول عليه نون ميتال؟ ليه الميركري بقول عليه ميتال والبرومين بقول عليه نون ميتال؟ حلو قوي. يعني انا دلوقتي عشان اعرف لازم افرق ما بينهم، بحيث ان انا مش بس الاكزامبلز دي، انا لو شفت حاجه اقدر اقول لا يا ميس دي مش دي نون ميتال، اقول لا يا ميس دي ميتال. اعرف ازاي؟ قال لي في كومباريزن ما بين الميتلز والنون ميتلز، في كاركترستكس او بروبرتيز. يعني ايه صفات؟ يعني انا مثلا في بروبرتيز لمثلا بنوتة ان هي عينيها خضراء وشعرها اصفر، whatever، شعرها طويل، دي البروبرتيز بتاعتها، دي الصفات بتاعتها.
ايه الصفات بتاعت الميتالز وايه الصفات بتاعت النون ميتالز اللي يخليني اقدر افرق ما بين الميتالز والنون ميتالز. اول حاجة قال لي they have luster. يعني ايه have luster؟ يعني they are shiny. يعني انا لو بصيت للرينج الجولدن رينج ده وللكول مين اللي بيلمع؟ طبعا يا ميس الجولدن رينج الحاجة اللي بتلمع تبقى ميتالز، تبقى ميتال، يبقى they are shiny or they have metallic luster while non-metals are not shiny. Non-metals are not shiny. يبقى أول فارق ما بين الميتالز والنون-metals metals are shiny while non-metals are not shiny. تمام. تاني حاجة بيقولي they are good conductors of electricity. يعني إيه good conductors of electricity؟ يعني إيه conduct electricity؟ دلوقتي إن لو جبت باتري وإلكتريك لامب وواير زي اللي انتوا شايفينه ده ووصلتهم ببعض، الباتري دي source of electricity، بتطلع electricity، تخلي اللمبة دي تنور. جميل. لو انا جيت هنا وحطيت كوين، هي الكوين دي بتلمع؟ اه يا ميس بتلمع. يبقى هي metal ولا non-metal؟ اه المتال بيلمع، لاستر شايني، يبقى الكوين دي ميتال. وجيت في السيركت التانية جبت الباتري والالكتريك لامب والواير اللي هو السلك وحطيت بنسل، والبنسل ده ميد اوف وود. طيب هو الوود ده شايني؟ لا يا ميس الوود مش شايني، يبقى نون ميتال. يعني انا جبت سيركت الكتريك سيركت. يعني ايه الكتريك سيركت؟ الكتريك سيركت يعني باتري ولامب وواير وصلتها، وجبت واحدة تانية حطيت في واحدة ميتال ووصلت السلك من الناحيتين بتوع الكوين، وحطيت في واحدة نون ميتال ووصلت السلك في الناحيتين بتوع الكوين. هتيجي الالكتريستي تمشي من الباتري لغاية ما توصل لللامب، هتوصل عادي واللامب هتنور. هتيجي هنا تمشي هتقف هنا. ليه؟ عشان دي الجزء بتاع البنسل ده مش هيمشي فيه الكتريستي. It doesn't allow electricity to pass through. Doesn't allow electricity to pass through. يبقى أنا دلوقتي بقول اللمبة هنا مش هتنور؟ لا مش هتنور. وهنا هتنور، لأن الإلكتريستي قدرت تعدي في الميتال. الحاجة اللي بتعدي فيها إلكتريستي بقول عليها good conductor of electricity. Good conductor of electricity. طب الحاجة اللي ما بتعديش فيها الإلكتريستي بقول عليها bad conductor of electricity. حلو. يبقى أول حاجة metallic luster، metals have metallic luster while non-metals don't have metallic luster. Metals are good conductors of heat and of electricity while non-metals are bad conductors of electricity. بس هنا في حاجة يا ميس حضرتك كتبها except carbon. إيه هو الكربون اللي هو ده؟ الكربون ده the only non-metal that conduct electricity. كل النون ميتالز باد كوندكتور ما عدا الكربون الوحيد اللي جود كوندكتور. تاني، كل النون ميتال doesn't allow electricity to pass through except carbon. الكربون الحاجة الوحيدة اللي بتعدي الالكتريستي فيها، فالكربون الحاجة الوحيدة اللي نون ميتال وجود كوندكتور of electricity. تمام. طيب بعد كده قال لي they are good conductor of heat، بيعدوا فيها الالكتريستي والهيت. طب مش فاهم، هجيب الستاند اللي قدامك ده اهو، وحطيت برنر او سورس اوف فليم نار، وحطيت ميتاليك واير السلك كده كده ميتال، وجبت واكس، عارفين مسدس الشمع، هلزق هنا بن مسمار بمسدس الشمع، هسيبه شوية. ايه اللي هيحصل؟ واحد هيقول لي ميس المسمار هيقع. طبعا. ليه؟ علشان دي هتسخن. طب مين اللي قالك ان دي هتسخن؟ ميس ما هي دي metal والmetal good conductor of heat. Allow heat to pass through. يعني it will be hot او it allows heat to pass through فهتسخن، فالواكس هيحصل له melting فالبن will fall down. طب بدل ما تحط ميتال حط سلفر رود، عارفين السلفر اللي لونه يالو ده؟
ده هجيب عمود من السلفر واحطه بدل الميتال ده، ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجة، اقعدي من هنا لبكرة المسمار مش هيقع. ليه؟ because sulfur is bad conductor of heat. bad conductor of heat. زي ما حضرتك كده مثلا ساي عايز تاكل، رحت عملت باستا مكرونة واستخدمت ميتاليك سبون، ايه اللي هيحصل؟ هتتلسع. طيب هتتعلم ايه؟ ان انت بدل ما تستخدم الميتاليك سبون هتستخدم وودن سبون. دايما بنستخدم وودن سبون ليه؟ because wood is a non-metal that is bad conductor of heat. ما بتسخنش المعلقة الخشب دي، ما بتسخنش وانا بطبخ. فبيجي لي سؤال give reason cooking boats are made of aluminum. لازم، ما هو الاكل لازم يسخن عشان يستوي. Because aluminum is good conductor of heat. طب سؤال تاني give reason. Handles of cooking boats. يعني ايه يا ميس؟ ايدين الكوكينج بوتس are made of wood. Because wood is bad conductor of heat. تمام؟ طب يجي لي سؤال give reason تاني. Electric wires are made of copper. Because copper is metal which is good conductor of electricity. ما تقوليش heat بقى، انا مالي انا ومال الهيت، انا بقولك electric wires السلوك، انا مش محتاجة سخونية heat في electric wires، مش هطبخ لمبة، انا محتاجة electricity. يبقى because copper is metal which is good conductor of electricity. طب لو قال لي electric wires are covered with plastic، ليه بغطيهم ببلاستيك؟ عشان احمي نفسي. انا لو ماشيه ومسكت الالكتريك واير ده من غير بلاستيك هتكهرب وممكن اموت، فهم بيغطوه ببلاستيك. because plastic is bad conductor of heat. طيب بعد كده بيقول لي have high melting point. يعني ايه؟ دلوقتي هجيب شويه سلفر في التست تيوب او في الانبوبه اللي انت شايفها قدام عينك دي، حاطه فيها سلفر وعملت له هيتنج، ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه يا ميس، هيحصل له ميلتنج بسرعه جدا اول ما احطه على النار. طب انا جبت ايرن وعملت له هيتنج، حطيت مكان في التست تيوب دي مسمار بدل السلفر، ولا اي حاجه، من هنا لبكره هتقف كده ولا هيحصل المسمار ده اي حاجه. عشان اسخن الايرن ويحصل له ميلتنج انا عايز درجه حراره عاليه جدا 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 عالية. ها هاي، ها هاي ايه؟ melting point. فانا بقول ان ال metals have high melting point. it needs a high temperature, very high temperature to change into liquid to melt. while non-metals like sulfur have low melting point. low melting point. ال metals can be hammered. ما هو حضرتك الرنج اللي انت شايفه ده اتعمل كده ازاي؟ بيتشكل على شكل رنج ازاي؟ عشان هو ميتال. لكن هات الكربون ده تقدر تشكله على شكل رنج؟ لا، عشان انا اول ما هعمله هامرنج زي اللي انت شايفه ده هيكسر مش هيتشكل. cannot be hammered. cannot be hammered. اوكي، يبقى انا اخدت البروبرتيز بتاعت الميتالز والنون ميتالز، عرفت ان ال element is the simplest form of matter، عرفت ان هو بيبقى موجود على شكل metal او non-metal، عرفت ال examples بتاعت ال metals اللي موجودة على شكل solid او liquid بس في حالة ال mercury، ال non-metals ممكن تكون solid liquid او gas، عرفت ال properties بتاعت ال metals كلها وال properties بتاعت ال non-metals كلها. I have finished the lesson. Thank you for listening. Goodbye.